خلي التجنيب والتحويش ده رضا في الضربة الكبيرة. وفي ضربة أكبر من البنك؟ أكيد فيه. المهم أنت بس اتمخمخ لها. فيلم ولاد رزق ده خططنا انا وصلاح نعمله من 3 سنين. انا نسبت لك فيلم وقريته في نفس اليوم. يبقى ليه الفيلم ده جامد؟ بالظبط كده الفيلم ده جامد. وفي نفس الوقت عرفت اني هعمل فيلم. عاطف قول لي بقى العيال دي بتنيل دلوقتي بالظبط؟ بص يا باشا، ولاد رزق دول ما يستغنوش عني. اعمل لهم شاي، الف لهم سجارتين، لا مؤاخذه انا اجيب لهم مره. الافلام كلها اللي عملتها بيبقى فيهم السلم والتعبان، اللي هو فيلم مفهوش اكشن عملته في 11 اسبوع ونص. الفيلم ده كان تشالنج بالنسبه لاستاذ مازن واستاذ طارق، عشان هما الاثنين بياخدوا وقت اكشن. لا يا جماعه، احنا هنعمل الفيلم ده في الوقت ده عشان نكسر الاسئله دي، عشان نقدر نقول ان احنا نقدر نعمل كده. فلقيت نفسي بعمله بخمس اسابيع ويومين، فما اعرفش ازاي. الفيلم اتصور في وقت قليل، المجهود اللي اتعمل في الفيلم ده اتعمل كان مجهود كبير جدا، لكن كان مجهود في محله. العمل السينمائي او العمل الفني ده مش عمل فردي، ده عمل جماعي، وكل لما يكون اللي حواليك فاهمين ده وحابين ده، من هنا العمل بينجح. دي ميزه كبيره جدا جدا في الفيلم. فريق الانتاج وعلى راسهم واحد زي موسى عيسى، لولا ما كانش الفيلم اتعمل في الوقت ده وبالجوده دي. يلا ستاند باي. برودكشن ديزاين بتقعد تشتغل، بترسم خريطه للبرودكشن، كل الايتيمز بتاعتي تبقى الايند وتبقى مع بعض، بحيث ان انا اول ما اخش ما عنديش حاجه تقع مني. كل حاجه من البدايه اتكلمنا فيها كتير، عيننا كتير، فكنا تقريبا دارسين احنا عايزين نعمل ايه. ما كناش بنعتب، وكنا كلنا على موجه واحده. نيكست. كان يهمني والصعوبه اللي عندي اللي مركز فيها هو انه الولاد تصدق علاقتهم ببعض وتحب العلاقة دي وتحب الولاد. كان هدف تيتو ان يبقى الاربع اخوات في بينهم يعني روح حقيقيه، فيتصدقوا ان هم اخوات قبل ما نبدا نصور. يعني هتشوفوا في وسط المشاهد كده في مشاهد يمكن ما بتحركش دراما، ملهاش علاقة، ما بتمشيش دراما، ولكن بتشوف علاقتهم. ما عرفش ازاي قعدوا بقى يهزروا مع بعض في التصوير ويعملوا، بس الروح دي كانت حقيقية جدا وبانت. ان هم في وسط الجد هم مش جد. ده بيتي، ده المكان اللي انا بنام فيه وبصحى فيه وباكل فيه وبشرب فيه. بنسى الكاميرا تماما، بنسى ان اللي جنبي ده ممثل، ده مش ممثل، ده اخويا بجد.